بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة مع بعض برو موديل جديد من موقع 3D Sky. الموديلات اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا دي بتعتبر من البارامتريك موديلز. ايه هي البارامتريك موديلز؟ دي عبارة عن وحدة وبتتكرر مع تغييرات بسيطة في شكلها. وعشان نعمل موديل زي ده نعمله ازاي؟ هندخل على برنامج الماكس، اول حاجه هعملها حاسم بوكس، ابعاده هتكون اللينس مثلا 10 سنتي، الويتس بتاعي خليه 250 سنتي، الهايت يبقى مثلا 200 سنتي، تمام. تاني حاجة هندخل على الليفت واختار ارسم ريكتانجل بنفس الابعاد، وهاخده واحطه كده. هنخلي بس العشرة دي تكون 25 مثلا، ندخل على الفرونت ونتأكد ان هو محطوط في مكانه صح في اول البوكس، نطفي بقى السناب وندخل على الليفت تاني. الريكتانجل اللي انا رسمته ده هنحوله convert to editable SP line، وهمسك السيجمنت ده وهنعمل ليه حاجة اسمها ديفايد لمثلا 5 نقط. هيقسم لي السيجمنت بتاعي لخمس قطع متساوية. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بنمسك الفيرتسيز، ممكن نضغط رقم 1 عشان نختار الفيرتكس، ونخليها كلها تبقى سموث، تمام. ونيجي عند اول واحدة هنا، ممكن ان انا اعمل لها كده واجي على دي ندخلها جوه كده ونخرج دي كده، تمام. تاني خطوة هنعملها ان احنا هنيجي على التايم لاين اللي تحت بتاع الانيميشن ده، هنفعل فيه مفتاح اسمه الاوتو كي، هنلاقي لونه بقى احمر. وتاني حاجة همسك الكيرسر ده واحركه لحد الاخر، لحد 100، تمام. وبعدين هحرك الشكل اللي انا رسمته ده في اتجاه الاكس مسافة العرض بتاع البوكس ده. هخرج الاول بره الاديتابل سبلاين عشان اقدر ان انا احركه كله بالكامل، وهحركه في اتجاه الاكس زي ما قلنا مسافة 250 سنتي اللي هي العرض بتاع البوكس، تمام. لو انا جيت شغلت بلاي من هنا هلاقي ان الشكل اللي انا رسمته بيتحرك على البوكس من اول نقطة لاخر نقطة. تمام. الخطوة التانية ارجع للليفت تاني وافتح تاني الفيرتكس، هاخد الكيرسر ده احركه، انا هغير في الشكل مثلا كل 20 فريم مثلا. فعند الفريم 0 انا الشكل عندي هيكون شكله كده، هيفضل بالشكل ده لحد مثلا 20 فريم. هاجي عند الفريم 20 هبتدي اغير شكله، بمعنى ان انا ممكن امسك دول كده واخليهم مثلا يطلعوا بره كده شويه، وامسك دي ادخلها جوه كده، ومثلا نبتدي ان احنا نوسع المسافات بين النقط شويه. تمام، زي ما احنا شايفين كده. وابتدي امسك الكيرسر تاني اوديه 20 فريم برضو، يبقى عند 40، ونغير في شكل، ونغير في الشكل بتاعنا برضو. يعني ممكن امسك دول وارفعهم كده فوق شوية،
نمسك النقطة دي ونمسك دي كده، ننزل دي كده تاني النص، ندخلها جوه أكتر، ننزل بدول كده تمام. عند الستين برضو أغير في الشكل من تاني، ممكن بقى ساعتها أدخل الجزء ده جوه وأبرز بده. بالشكل ده مثلا اجي عند التمانين اغير الشكل تاني، ممكن ساعتها بقى استغنى عن الفيرتكس دي، ممكن اعمل لها ديليت واجي عند المية ونغير برضو الشكل شوية. بالطريقة دي لو انا جيت بصيت له كده وضغطنا البلاي كده هلاقي ان الشكل بيتحرك معايا، وعند كل فريم حصل فيه تغيير شكله بيتغير. الخطوة الجاية ان انا هحط موديفاير اسمه شيل وندي للشكل بتاعنا سمك، ممكن نخليه مثلا 2 سنتي ونص. لو خرج بره شوية ممكن نخلي ده زيرو. تمام. طيب عشان نكرر الوحدة دي ونعملها بنفس الأشكال اللي احنا غيرناها، هل هنكررها بكوبي مثلا؟ لا طبعا ما ينفعش. هنستخدم حاجة اسمها سناب شوت. هنلاقيها فين؟ هنلاقي السناب شوت في قائمة تولز، هنلاقيه فتح معانا ويندو صغيرة، هنختار منها كلمة رينج، وهنا بيحدد لي عايزين الشكل ده يتكرر في تايم لاين من زيرو لكام. انا عندي التايم لاين من زيرو لمية بالفعل، فالارقام دي كده مظبوطة. طيب عايزين كام نسخة؟ هنعملها مثلا 40 وهنختارها تكون مش، ونضغط اوكي. هنبص نلاقي الشكل طلع معانا بالشكل ده. بس في حاجة ملاحظينها اللي هي ايه بقى؟ مش هتبان اكتر الا اذا دخلنا على التوب. لو احنا دخلنا على التوب كده ملاحظين ايه؟ ان الشكل اتكرر هنا، لزق في بعضه شوية، هنا المسافة وسعت وسعت اكتر وسعت اكتر وسعت وسعت وسعت، كل ما بيجي يمشي يكرر بيوسع، وبعدين بيجي عند الاخر بيرجع المسافات ما بينهم تضيق تاني. طب ما كده مش مظبوط، كده المسافات مش منتظمة. ليه بقى؟ لان كان في خطوة المفروض انها تتعمل قبل ما نعمل سناب شوت. هنرجع كده نعمل اندو، وهنمسك الشكل بتاعنا ده وهنضغط عليه رايت كليك، وهنختار حاجة اسمها كيرف اديتور. ايه الكيرف اديتور ده؟ الكيرف اديتور ده بيبين لي الكيرف اللي قدامنا ده شكل الحركة بتاع المجسم بتاعي اللي انا عاملاه ده في اتجاه الاكس. تمام. لو انا اخترت اتجاه الاكس اهو، لو انا اخترت اتجاه الواي مش هلاقي كيرف، الزد مش هلاقي كيرف، الاكس هو اللي هيطلع لي فيه الكيرف. ليه؟ لان انا اصلا محركه الشكل في اتجاه الاكس. تمام. طيب يعني ايه بقى الكيرف ده؟ هديكم مثال بسيط. لو احنا مثلا راكبين عربيه وعايزين نطلع بيها،
عايز امشي مثلا على سرعه 80، هل انا بمجرد ما اضغط بنزين العربيه هتمشي بسرعه 80 مباشره كده، ولا بتبتدي الاول بسرعه بطيئه وبتزيد سنه بسنه وبعدين تاخد سرعتها، وبعدين لما بحب ان انا اقف بتبتدي برضو تبطأ سنه بسنه وبعد كده تقلل سرعتها لحد ما تقف؟ ده بالظبط اللي حصل معانا لما دخلنا على الطب وشفنا شكل الجسم بيتحرك ازاي. تمام. طيب احنا دلوقتي محتاجين ان السرعه تكون من البدايه زي النهايه. الكيرف ده بيقول لي ان البدايه هنا بطيئه، وبعدين لما طلع لفوق كده معناها ان السرعه زادت، وبعدين بدات ان هي تبطأ تاني. احنا محتاجين ان الكيرف ده يكون بشكل يخلي السرعه بتاعه حركه الجسم واحده، فبنبتدي نختار النقطه دي ونضغط كنترول ونختار دي كمان. تمام. ونبتدي هنا نختار من الاشكال اللي عندنا دي شكل الكيرف اللي يخلي لي السرعه بتاعتي متساوي، هو اللينير ده هنلاقيه خلى الكيرف بتاعي لينير. يبقى كده انا ضمنت ان السرعه بتاعتي تبقى ثابته. يبقى كان المفروض ان الخطوه دي بتتعمل قبل خطوه السناب شوت، بس انا حبيت اعمل سناب شوت الاول علشان اوريكم يعني ايه الكيرف ده، ولو احنا ما عدلناهوش لينير هيحصل ايه. نرجع بقى لسناب شوت تاني، هنلاقي الارقام عندي موجوده، هضغط بس اوكي وادخل على التوب، هنلاقي زي ما انتم شايفين كده المسافات كلها متساويه كده. ده الشكل بتاعنا. ممكن مثلا نديهم لون مثلا واحد، اللون ده مثلا. تمام. يبقى احنا كده بنفس الطريقه اللي احنا استخدمناها بتاعه السناب شوت بنقدر نعمل اي شكل احنا عايزينه. دي ديكورات ساعات بتتنفذ في الحوايط وساعات بتتنفذ في اللصق بطريقه سهله ومبسطه جدا مفيهاش اي تعقيد.